سلام الغزالة ديالي، صافا لاباس عليكم؟ على خير، صحيحتكم لاباس؟ كل شيء مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فلوج جديد بلا نويه، صراحه بلا نويه، لدرجه ما درتلكمش المقدمه، يعني حتى وصلنا للبحر وعجبني المنظر وعجبني الهواء وعجبني داك المهم انا شفت، تشوفوا معايا كل شيء من الاول حتى الاخر. السماء كيفاش كانت؟ واحد الالوان، واحد الجماليه في السماء، وواحد الغروب غزال، وبغيت نشاركه معكم. داكشي علاش ما قدرتش ندير، يعني اصلا ما كنتش ناويه ندير الفلوج، ومي وصلت عجبني الحال. كيف قلت لكم انا درت لكم فلوج، خليكم تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر وتمتعوا معايا. وهاد الخريجه ديال البحر جينا لها حتى العشيه، حتى شي 3 ونص هكاك ولا 4 الا ربع، عاد وصلنا للبحر. فريمون كانت كافيه اننا نفوجوا شويه ونبدلوا الجو شويه ونشموا هواء نقي ونرتاحوا شويه. الوغ كيف قلت لكم البحر، تشوفوا معايا هذا بحر ديال عين دياب، اللي هو فريمون يعني انا ما كنجيوش ليه حنا بزاف. اخر مره كانت يعني الناس من لافامي مشاو ليه وشكروه ليا وعجبني، ولكن شكروه ليا من ناحيه الجلسه، من ناحيه الجو زوين، اولا قريب، يعني قريب بزاف، ما بعيدش، يعني فصل المدينه، ماشي بحال البحور اللي هما بعاد، ولكن راه هو خطير شويه، خطير بزاف، لان فريمون كيموتوا فيه الناس، كيغرقوا فيه الناس بزاف، وكتحس به. انا كنخاف منه بعدا يعني جيت ناخذ غير شويه ديال الشميشه وصافي ونبدل الجو صافي. المهم حتى راجلي وليداتي ولدي ما قدروش يدخلوا بزاف، يعني دخلوا غير الاول ديال البحر صافي، وحيت فريمون كنحسوا براسهم ان الارض كتجرهم. مهم انا كنحاول غير الناس اللي ما عارفينش على البحر ديال عين دياب، هو زوين ونقي والماء زوين ولوندغوا زوين، هذا بلاج بريفي ماشي، حيت كاين بلاج اللي هو بوبليك وداكشي، مي هذا بلاج بريفي ونقي، فيه مراقبه، فيه سيكوريتي، فيه كلشي داكشي اللي كتبغي. غير هو حاجه وحده، هو البحر هو شويه خطير لانه كيجر 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 فريمون. اليوم كان البحر كيجر بزاف، وكانوا لي ميتر ناجور كتسمع غير الصفاره خدامه، مي الحمد لله داز كلشي بسلام. والبحر كيف كتشوفوا راه كان هربان اصلا، بعدا هو هربان من البشر والبشر تابعوا. المهم نخليكم مع الفيديو، نتمنى يعجبكم وفرجه ممتعه، وما تنساوش لايك وكومونتير. عرفتي حوايج كلهم في زقوليه، الله نهار زوين بلا نويه صراحه. هاد البلوك ماكش ناويه ندير كاع شي بلوك اليوم، مي هاد الوقيته ديال الغروب والشميشه والماء والبحر هرب شويه، عجبني الحال، قلت علاش لا تخرجوا معايا هاد الخريجه في البحر، دوزوها معايا زوينه. وما تنساوش تشاركوا في القناة ديالي، واللي ما دخلش عندي يدخل عندي، وضغطوا على الزر ديال ابوني باش يوصلكم الجديد ديالي. ما تعجزوش كلها صبيع وركوا عليه، غنطلع لكم فوق ما نحط شي حاجه نطلع لكم. شكرا لكم بزاف الناس اللي متابعيني، كنبغيكم بزاف، كنحماق عليكم. المهم صافي راني عمت كلي زكت عسيني مشي سلطة حية التليفون مشي تفيها.
شوفوا البحر شحال هربان هربان بزاف، هادشي كله كان عامر بالماء. شوف شحال هرب بزاف، دخل بزاف دخل بزاف. غير مو هاد البحر ديال عين دياب راه خطير جدا. هذا المنظر وهذه الالوان سبحان الله. لا اله الا الله.